اشتغل عشان اعرف اعيش واجيب لقمة بالحلال وتنزل بطني بالحلال. انا اسمي مصطفى عراقي عبد الله فيار من حي الحسينية مركز الزقازيق. كنت شغال حلواني في نفس الوقت، كنت بشتغل في اللعبة دي من زمان، يعني بقالها 45 سنة اللعبة دي، بلغ فيها 45 سنة وأنا بصنعها وأنا شغال حلواني برضه، لغاية ما طلعت على المعاش من الحلاوة على 65 سنة، وقعدت خدت المهنة دي كأكل عيش بقرش حلال. فاشتغلت الشغلة دي لغاية وقتنا هذا، والحمد لله بتكفيني وبتاكلني عيش، بس برضو يعني على قدها. وبشتغل دلوقتي، عندي 74 سنة دلوقتي، وبشتغل عشان اعرف اعيش واجيب لقمة بالحلال وتنزل بطني بالحلال. انزل الشارع باللعبة دي عشان افك عن نفسي بدل قعدتي في البيت، لان قعدتي في البيت بسني دي تموتني وتخنقني. لما انا بخرج الشارع بقعد مع ده، وعيب بيجي بعمل له اللعبه كده وبهرج معاه زي احفادي. بطلع من البيت من بعد اذان العصر لغايه الساعه 11، برجع البيت باجي اعمل لي شويه الشغل بالليل وبنام بالنهار. ولما بيجي وقت ميعاد الخروج بلم الشغل اللي انا عملته وبطلع بيه. الراجوز ده بياخد مده حوالي ربع ساعه على تقفيله كامل، ربع ساعة. طبعا تقطيع الخشب والشمبر والبتاع تركيبه ربع ساعة. بعد كده بعمله وباخده وبخرج بيه الشارع. مكونات بتاعته من خشب وسلك صلب وشمبر صلب عشان ياخد ويدي يعمل ياي، وراس بلاستيك دي بنجيبها من بين الحارات من مصر. الترتور الورق ده زي الترتور الكبير بياخد صلعة زيه برضه. ده مشمع بشتريه من عند بتاع المشمعات، مشمع مزغرف عشان يفرح العيل. فاللعبة دي بتفرح الأولاد الأطفال وفرحت ناس كتيرة، والحمد لله ربنا سترها والحمد لله. واطلب من ربنا إن يسترنا في تربتنا مجبورين الخاطر. Thank you.